السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع منتج جديد من منتجات معرض كريم للأدوات المنزلية، حبيت أصور لكم النهاردة منتج جديد جدا جدا جدا، بسم الله ما شاء الله. طقم للشاي للتقديم، حاجة كده كيوت، حاجة تشرف قدام ضيوفك، حاجة كده لروقان المزاج لما تكوني انت قاعدة كده عايزة ايه، حاجة كده بمزاج. طقم عبارة عن 4 فنجان، طقم عبارة عن 4 فنجان باللون الأسمر المط زي ما احنا شايفين اهو، الحافة بتاعة الفنجان باللون الذهبي، الصناعة هنا اهو صنع في بنجلاديش. الطقم بيكون 4 فنجان مط باللون الأسمر زي ما انا قلت كده، ومعانا معلقة جولد. لو خدنا بالنا من شكل المعلقة، ايدي المعلقة كمان هنا اخده رسمة الوردة، تمام. ومعانا براد بايركس، البراد ده بيتحط على النار مباشر، يعني البراد ده ممكن نعمل فيه الشاي ونحطه على النار مباشر. الغطا بتاعه بورسلين، الغطا بتاعه بورسلين اهو، زرار الغطا معمول بالذهب، حافة الغطا برضو بالذهب. قلنا البراد لو عايزة تحطيه فوق البوتاجاز هتحطيه، ما تخافيش. عايزه تخليه للتقديم، ان انت تعملي الشاي في الكاتل وتفرغي في البراد ويبقى للتقديم فقط، عادي برضو حسب رغبتك، يعني شغال كده او كده حسب رغبتك، ما نقلقش عليه برضو لو حطيناه فوق البوتاجاز. الجزء ده قاعده للبراد، ممكن نحطه من الداخل هنا شمعه، بيتحط هنا شمعه هنا الفتحه بتاعتها عشان برضو نشوف الشمعه لما تكون محطوطه جوه وهي شغاله، بنحط الشمعه هنا والبراد بيكون فوقها عشان يفضل الشاي معانا سخن اثناء التقديم، يعني حاجه كده اخر روقان زي ما بيقولوا. قعده البراد لو خدنا بالنا من البورسلين المطل باللون الاسود المط مع شغل اللي عليه اللي هي الفيونكه البارزه بالذهب برضو، والصينيه بقى الواحده كمان خطيره خطيره. نشوف برضو الصينيه، بسم الله، شايفين جمال الصينيه؟ بجد الطقم ده قمة 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 في الروعة. الصينية لو خدنا بالنا هنا على الجنبين في رسمة الفيونكة البارزة برضو، فيونكة بارزة هنا من الجنب ده اهون من الجنب ده برضو. شكل الصينية لوحده تحفة تحفة تحفة. الحافة بتاعت الصينية برضو اخدة هنا الذهب، يعني الطقم عبارة عن صينية و4 فنجان والمعلقة والبراد البايركس، تمام، براد البايركس اهو، والقعده بتاعت براد البايركس. الطقم ده احنا منزلينه بسعر يعتبر ببلاش، الطقم ده ب750 جنيه، حاجه كده تشرف قدام ضيوفك، حتى لو حطيناه كمان كزينه على الرخامه في المطبخ جميل جدا، قدمنا فيه برضو جميل جدا، يعني احنا مش بنجيب الحاجه نعينها وبس، لا ونستعملها كمان. خامه نظيفه، درجة نظيفة جدا جدا، ماتيريال عالي جدا جدا. الطقم ده قلنا تكويناته واعداده، وقلنا سعره معانا 750 جنيه، سعره اهو منزلينه في العرض ب750 جنيه، بيوصل لحد عندك لو حابة توصيل في محافظات القاهرة والجيزة واسكندرية والبحيرة ودمنهور وكفر الشيخ والشرقية والزقازيق، العاشر من رمضان، طنطا، المحلة، المنصورة، دمياط، المنزلة، اي مكان في اللي قلتهم. عامة ابعتيلي عنوانك على رقم الواتساب وبقولك متاح التوصيل ليه ولا لا. رقم الواتساب 010-19-84-2696، رقم الواتساب تاني 010-19-84-2696. ولو عجبكم المقطع ما تنسوش تدعمونا بلايك وتعليق يشجعنا اكتر واكتر، وتصوير ده تصوير بسيط كده من أم كريم، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.